خليني أوديك على رسالة أخرى مصر بتوريها لنفسها، شعبها، ومجتمعها، وأجيالها المختلفة، ولكل الدنيا، إزاي إن مصر فعلا هي صاحبة القوى الناعمة الأكثر قوة وتأثيرا في المنطقة بالكامل. النجاح الكبير اللي حققه حفل الأساتذة، ويمكن احنا كنا اتكلمنا عليه من يجي اسبوعين تقريبا، ضمن مشروع احياء التراث الغنائي بدار الاوبرا، نجاح مذهل. لما تشوف المسرح بتاع دار الاوبرا وهو بقى، لا سيبك القصه مش في كومبليه، هي القصه في انه تحس انه مصر كلها كانت عايزه تحجز تذكره لهذه الحفله بتاعت امبارح. حاجة يعني مذهلة. ده يطمنك من ناحية على الذائقة الفنية بتاعت المصريين، يطمنك من ناحية تانية على قد كده مصر غنية بأصواتها، غنية بمواهبها، غنية بموسيقاها. خليني اخد معايا على التليفون صديق عزيز بحبه قد عينيا، واحد من أهم مبدعينا وموسيقار كبير، الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازيك؟ وحشني جدا. وحشني قد الدنيا. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ ربنا يخليك يا صديقي. فرحني بالحفله. الحقيقه كان يوم عيد امبارح، عيد لان احنا لقينا جمهورنا على السوشيال ميديا عمالين يتكلموا على الحفله ونجاح الحفله، الناس كلها مبسوطه ان الحفلات تتنقل لايف، وبيشوفوا الـ يعني فكره نقل الحفلات على الهواء ده بقى لنا كتير ما صح. مش شايفينه. وفكره احنا بقى فرحتنا احنا كدار الاوبرا ان احنا نوصل للناس في كل مكان ويشوفوا الابداع اللي بيحصل طول الوقت في دار الاوبرا المصريه. منارة للفنون والثقافه وللغناء والموسيقى. هنكرر الحفلات دي كل قد ايه؟ ان شاء الله كل شهر يكون في حفله من حفلات الاساتذه. طبعا احنا بنعمل يعني حفلات مماثله تقريبا كل اسبوع، يعني أيوه. يوميا عندنا حفلات، بس اقصد فكره الاساتذه يعني هي فكره ان احنا يبقوا الفنانين الكبار امثال مدحت صالح وغيره والمواهب الجديده كمان ان هم يغنوا لكبار الفنانين يعني ويتنقل بقى على الهواء. قد ايه بنشوف ان الناس مبسوطه جدا لما بتسمع الالحان يعني القديمه بتاعتنا، الالحان المصريه والعربيه. لا الجمهور بيروح للفن الحقيقي يعني دون اي تردد. احنا بس نوصل لهم ودايما نبقى في كل مكان حواليهم، اكيد هيرتبطوا بالالحان وهيرتبطوا بالموسيقى. الموسيقى دي انا عايز اقول لحضرتك الالحان اللي احنا بنسمعها دي الهويه فعلا المصريه، الهويه السمعيه. صح. ده تاريخ مصر. ولادنا لما بنقدم لهم الالحان دي بافكار او صياغه حديثه لبعض الشباب الموزعين بيرتبطوا بيها، وبيبقى هي دي الصورة الذهنية أو الصورة السمعية أو الهوية السمعية للموسيقى المصرية والموسيقى العربية. والدكتور كان كمل. لا كمل. فده هدف يعني أنا شايف إن مهم قوي إن احنا نروح في الاتجاه ده، إن احنا ولادنا يرتبطوا بموسيقانا الحقيقية. صح. لان طبعا في لخبطه شويه في الاساليب الحديثه في الموسيقى، ودخل عليها يعني بعض الاشكال او الانماط الموسيقيه المستحدثه والخارجيه مش بتاعتنا. فابتدينا يعني نلاقي ولادنا ما بيرتبطوش، او يعني بيرتبطوا بلون ما هوش بتاعنا، هويه ما هيش بتاعتنا. ففكرة ان احنا نسمعهم ده وطول الوقت يبقى موجود هيرتبط، هيعرفوا احنا فين، هيعرفوا موسيقانا فين، هيعرفوا الفرق.
طيب انا عايز يعني او بحلم بانه حفله من حفلات الاساتذه مره تبقى في اوبرا اسكندريه، مره تبقى في اوبرا دمنهور، وهكذا، يعني اطلع بره القاهره شويتين واسمع اكبر قدر ممكن من اهالينا في ارجاء المحروسه. ده يعني دي الخطه، وده فعلا هيحصل. احنا كل مشاريعنا او كل حفلاتنا بنقدمها على كل مسارح الاوبرا، وكمان بنخرج في يعني في الاماكن الاثريه وبنعمل مهرجانات، وان شاء الله الشهر ده عندنا مهرجان المسرح الروماني بالاسكندريه، وده هيكون ان شاء الله يوم 19 ولمده 4 ايام، حفلات يوميه. وبعديه كمان في مهرجان القلعه بنتحضر له، ده المهرجان بقى الايه العرس الحقيقي للجمهور المصري. أيوة. الجميل. أيوة. اللي احنا بنستناه من السنه للسنه، الفنانين بيستنوا بجد مهرجان القلعه، لان الجمهور اللي بنشوفه في مهرجان القلعه ده جمهور عظيم، يعني يستحق ان احنا نبقى معاه ونقضي منه طول الوقت. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا يا دكتور، الف 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 شكر على هذا الجهد، وطبعا الف شكر على المكالمه الجميله دي. مدحت صالح لسه زمايلي بيقولوا لي مدحت صالح امبارح كان هاشتاج ترند رقم 1 على تويتر، وتويتر حالة شابة، فده يطمنك أكتر على إيه؟ على الأجيال يمكن الأصغر مني شوية اللي أدي، حتى يعني أدي وأصغر وهكذا. أنت بتتكلم على إنه مدحت صالح بيقدم أغاني الأجيال الكبيرة، وهو شخصيا من الجيل الكبير بقى بتاعنا، احنا بنتكلم على الأجيال القديمة خالص اللي يمكن ما كانتش عايشة أو ما بقتش عايشة معانا دلوقتي، فمدحت بيقدم ده مع حفظ اللقب طبعا. مدحت صالح ده قيمة كبيرة واسم كبير وقيمة عظيمة، يعني هو عارف أنا أحبه قد إيه قوي يعني، واحترمه قوي، وصوته مليان عزوبة أصله كمان بصراحة. فهنا تقعد تشوف الله، ده كده الواحد ما يخافش قوي على العيال الصغيرين، خافش قوي على الشبان الجداد، لانه هم عندهم ذوق حلو. شوف، طول ما انت بتقدم الحاجه الحلوه استحاله تلاقي الكلام الفاضي ليه مكان، استحاله، هتلاقيه دايما كده ايه مرمي على الجنب، اللي عاوز يروح له بقى يروح له، هو حر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، يمكن كتير جدا بسمع ده من اخواتنا من الشعوب العربيه المختلفه، من أول المحيط الأطلنطي لحد الخليج العربي والعراق، تسمعهم هم بيتكلموا بمنتهى الفخر على الأصوات المصرية، الموسيقى المصرية، الألحان المصرية، الموسيقيين المصريين، المؤلفين الموسيقيين المصريين، الملحنين المصريين، بيتكلموا بمنتهى الفخر، يتكلموا عننا بمحبة شديدة جدا وفخر كبير، يعني تحس إن هم بيتباهوا بينا، وبالتالي نفضل طول الوقت احنا محافظين على ده، دايما نقدر نطلع في مواهب ونطلع اصوات وملحنين وشعراء ومؤلفين غنائيين ومؤلفين موسيقيين وهكذا، نفضل نزق ده. طب عشان نزق ده نحصل ايه؟ الحفلات اللي زي كده وغيرها، لانه انت هنا بتعمل ايه؟ بتفتح طاقه كده قدام الناس، بتفتح شباك كبير، وبالتالي تفضل هذه العمليه متجدده ومستمره وهكذا، تفضل كده، يفضل طول الوقت ناس عايزه تقعد تشتغل على انه ده انا هالف اغاني وانا هكتب اشعار وانا هالف موسيقى وانا هلحن وانا هغني وانا موسيقي وانا كذا، الخ الخ الخ، تفضل الحكايه دي كده مستمره، وبالتالي دايما يطلع لك مواهب جديده وكوادر جديده واصوات جديده، وتفضل مصر طول الوقت، وده جزء كبير من طبيعتنا، او هو جزء اصلي من طبيعتنا، بل هو الجزء الغالب في طبيعتنا، إن احنا متجددين، متجددين الأفكار، عندنا روح وثابة طول الوقت، مبدعين إلى أبعد الحدود. المصري مبدع في كل الحالات، ويبدع أكتر طول ما هو بيشوف قدامه إنه في آمال، في آفاق مفتوحة. أول ما الاقي آفاق الموسيقى والغناء والحفلات مفتوحة، تلاقي المصري نفسي، المصري نفسه تتفتح أكتر ويشتغل أكتر. المصري روحه حلوة، مبدع، ذكي، ذهنه حاضر، حاجة يعني ما أقولكوش.